خلينا نروح سريعا لزميلتنا دينا شرف ونتعرف من خلالها على اخر اخبار الطقس. دينا بشكرك يا مصطفى، فعلا هطمنك دلوقتي على الحاله الجويه بالتفصيل. أيوة. ارصاد الجويه بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون معتدل على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، هيكون مائل الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبروده ليلا على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء. وقبل ما نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة، خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. ملاحظين إن في انخفاض في درجات الحرارة، والناس كتير قوي بتسأل أسباب ده إيه وهيستمر معانا قد إيه كمان؟ بالفعل يمكن يعني اليوم هتنخفض درجات الحرارة عن الأمس بحوالي 5 لـ6 درجات، لأن احنا بنتأثر بكتل هواية قادمة من على البحر المتوسط، كتل هواية من جنوب أوروبا معتدلة بدرجات حرارتها، بالإضافة كمان امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض ده هيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، فده بدوره طبعا بيحجب جزء من أشعة الشمس، فبيساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. الأجواء خلال فترة النهار هتكون معتدلة تماما، رباعية معتدلة على أغلب مناطق الجمهورية بما فيهم سواحلنا الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد. أجواء حارة على محافظات جنوب الصعيد، ده طبعا خلال فترات النهار. أما خلال فترات الليل كمان بنشهد انخفاض في درجات الحرارة، الأجواء هتكون الليلة القادمة إن شاء الله أجواء مائلة للبرودة على أغلب المناطق الموجودة في القاهرة، سواحلنا الشمالية، بعض كمان المحافظات من شمال الصعيد، هتكون أجواء معتدلة أو أجواء لطيفة على محافظات جنوب الصعيد، ده طبعا زي ما بنقول خلال فترات الليل. بالإضافة كمان أن اليوم هيكون طبعا في نشاط للرياح، بس نشاط الرياح ده هيكون على سواحلنا الشمالية وجنوب البلاد، ده هيساعد خلال فترات المساء على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة والأجواء الرباعية. بالإضافة كمان أن اليوم في فرص لتكاثر السحب زي ما قلنا في الأول، فطبعا هيكون معاها فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية زي مطروح والسلوم والضبعة والأسكندرية، لكنها فرص أمطار خفيفة يعني مش هتأثر على أعمال الأنشطة اليومية، فقط هنستمتع بالأجواء الرباعية. طيب إن شاء دكتور الله متوقع غدا الحد. أنا بس عايز أسأل عشان حضرتك بتقولي في رياح، امبارح كان في رياح لكن كانت محملة بالأتربة يعني فترات الصباح، هل في الرياح دي هتكون فيها أتربة ولا هتكون رياح من غير حاجة؟ بالفعل يمكن كانت بالأمس الأتربة كانت خلال فترة المساء مع دخول الجبهة الباردة وتغير الكتل الهوائية من كتل حارة لكتل باردة، وحصل كان في نشاط للرياح، بالفعل كان في بعض الأتربة والرمال المثارة، لكن الحمد لله اليوم الكتل هتبقى معظمها جاية من على البحر المتوسط، خلاص تأثرنا بالكتل الباردة تماما على أغلب قطاعات الجمهورية، إن شاء الله مش هيبقى في أتربة ورمال مثارة، فقط بس الأجواء هتكون أجواء رباعية، لكن احنا نخلي بالنا من الأجواء اللي يعني نقدر نقول البارده خلال ساعات الليل، خاصه الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر، هي طبعا مش بروده كارثه لكن هي اجواء مائله للبروده احنا بنشعر بها خلال ساعات الليل المتاخره. طيب بعد 48 ساعه هنشهد تاني ارتفاع في درجات الحراره اعلى من المعدلات الطبيعيه ولا هيكون هنرجع تاني للمعدلات الطبيعيه؟ هو طبعا يمكن غدا الاحد هنشهد مكملين بالفعل في الانخفاض، يمكن هيكون ملموس غدا كمان لان نشاط الرياح هيشمل اغلب مناطق الجمهوريه، فهنحس اكثر بانخفاض درجات الحراره. اعتبارا من يوم الاثنين ان شاء الله هتبدا درجات الحراره تعود للمعدلات الطبيعيه، يعني هتتراوح ما يوم الاثنين ان شاء الله تكون 30، وعلى باقي الاسبوع ان شاء الله هتوصل ل 32 درجه مئويه، يعني نعتبر في المعدلات الطبيعيه، لكن هنبدا نحس بارتفاع نسبي في نسب الرطوبه، هو ارتفاع قليل في نسب الرطوبه، فده ممكن يزود شويه احساسنا بارتفاع درجات الحراره. وارتفاع نسبه الرطوبه دي هيؤدي ان هيكون في شبوره مائيه صباحا، صحيح؟ بالفعل من يوم الاحد من يوم الاثنين ان شاء الله هتبدا تاني الشبوره المائيه تعود طبعا في الظهور في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل، لكن ناكد ان هي شبوره مائيه خفيفه ما بتاثرش على حركه المرور، لكن هي بتاثر على الرؤيه الافقيه وبتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، بشكرك جدا. دلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 28، الصغرى 18، اسكندريه 26-17، مطروح 23-16، سيوة 26-15، بورسعيد 27-19، دمياط 26-18، الإسماعيلية 29-16، السويس 30-18،
العريش 29-17، طابة 31-18، كاترين 26-13، شرم الشيخ 35-25، الغردقة 34-24، الفيوم 29-19، بني سويف 29-19، المنيا 29-18، أسيوط 30-18، سوهاج 32-19، قنا 34-20، الأقصر 35-21، أسوان 36-22، الوادي الجديد 34-22، شلاتين 38-26، وأخيرا حلايب 33-27. النهارده وبكره هنستمتع كلنا بأجواء ربيعية، لكن نخلي بالنا في الساعات المتأخرة من الليل عشان هيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. خلي بالنا من كبار السن والأطفال واللي عندهم طبعا مرضى الحساسية الصدر. هرجع مرة تانية لمصطفى وجوانا عشان نكمل معاكم فقرة صباحية مصر. نشكرك يا زينة. شكرا.